أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الأحبة، تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهام رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة معها والإشراف عليها والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الأخرى والإشراف على مؤسسات التابعة أو المرتبطة بالوزارة واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة، كما تعمل على تطوير العمل واقتراح إحداث مؤسسات تعليم جديدة وتأمين فرص عمل بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية وتوفير البيئة الأكاديمية والبحثية وتمكين اللغة العربية وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي، ولأنها كل بيت فهي صانعة مستقبل الجيل. مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم التربوي النقابي لنتشارك معا، ويسعدنا أن يكون ضيفنا على مدار ساعة من الزمن هنا في الاستوديو وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم، وشكرا جزيلا للقناة التربوية السورية ولبرنامجكم ألهام لنتشارك معا، الذي أتاح لي الفرصة للتحدث عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فكل الشكر لجميع القائمين على هذا البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور بسام. طبعا يعني نرسل التحيات لكل مشاهدينا الأحبة مرة أخرى، ونلفت عنايتهم الكريمة إلى أنه بإمكانهم التواصل معنا لطرح أي مشكلة ربما تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي على الأرقام التي تظهر تباعا على شاشة التربوية السورية، بالإضافة إلى التعليقات التي تظهر تباعا أيضا على البث المباشر على صفحة التربوية السورية على فيسبوك. أهلا بك سيادة الوزير. نتحدث عن جامعاتنا السورية العريقة، كيف حالها الآن؟ هلأ بداية أقول بأن التعليم العالي هو أحد أهم العناصر الأساسية في تطوير رأس المال البشري والتنمية البشرية في كافة البلدان، وذلك من خلال تعليم الأفراد، تدريبهم، اكتساب الخبرة الكافية للدخول إلى سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك، بما يتلائم مع الاختصاص الذي يدرسه الطالب. وبالتالي رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآن هو تخريج كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات ابتكارية بحثية تؤهلهم لاختيار فرصة العمل في سوق العمل ولدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا. طيب. قرارات وزارة التعليم العالي هل هي مواكبة لتطورات العصر من حيث التكنولوجيا والتسارع ربما يعني المعلومات وثورة المعلومات التي يعني نعيشها جميعنا ليس فقط على المستوى الجامعي؟ كيف أيضا أسهمت وزارة التعليم العالي أيضا من خلال قراراتها أن يعني تواكب متطلبات سوق العمل سيادة الوزير؟ هلأ بالتأكيد بالبداية أقول لدينا في التعليم العالي 8 جامعات حكومية، أحد هذه الجامعات هي الجامعة الافتراضية التعليم عن بعد أونلاين. لدينا 23 جامعة خاصة، لدينا 4 معاهد تقنية، 4 معاهد عليا و200 معهد تقاني، وإضافة إلى هيئات علمية وبحثية، وإضافة إلى 12 مشفى تعليمي جامعي. هذه المؤسسات التعليمية جميعها تقوم بإعداد الخطط المناهج الدراسية، تقوم بتطوير وتحديث هذه الخطط بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي، تقوم بإنجاز أبحاث علمية مهمة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أي أبحاث تطبيقية عملية انعكاسها الإيجابي يكون على وزارات ومؤسسات الدولة سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص. إضافة لذلك تقوم بتقديم الخدمات للمجتمع سواء صحية، تعليمية، دراسات، استشارات،
معظم أعضاء الهيئة التدريسية في جامعاتنا هم أعضاء في مجالس الإدارات وغير ذلك. والحكومة تولي اهتمام كبير في هذا الإطار بأن يكون البحث العلمي تطبيقي عملي، وبالتالي قامت الوزارة بمراسلة الوزارات المعنية جميعها وكافة المؤسسات والنقابات المهنية والقطاع الخاص، ما هي أهم المشاكل في القطاع الصحي، في القطاع الصناعي، في القطاع الزراعي، في أي قطاع آخر، لتكون مواضيع بحثية لفريق بحثي من وزارة التعليم العالي أو رسالة ماجستير أو دكتوراه لطالب دراسات عليا، أي تشاركية وتنسيق وتشبيك مع هذه المؤسسات بحيث تكون له فائدة في هذا الإطار. عن ضرورة هذا التشبيك سنتحدث ربما لاحقا، لكن ربما سؤال يعني يطرح نفسه كما يقال، هل التعليم العالي اليوم في سوريا بخير؟ هلأ ضمن الواقع الحالي وضمن الظروف الصعبة التي تمر على بلدنا، الحصار الاقتصادي، الواقع الاقتصادي، مؤسساتنا التعليمية تعمل بكل طاقاتها، سواء أعضاء الهيئة التدريسية، الإداريين، الفنيين، المباني متوفرة، المخابر موجودة، ونحن نعمل دائما على تطوير وتحديث هذه المخابر، نعمل كما ذكرت تطوير الخطط. ووزارة التعليم العالي في أصعب الظروف اتخذت قرارات مهمة من خلال مجلس التعليم العالي، بحيث استمرت العملية التعليمية والبحثية دون انقطاع. وفي الأعوام القليلة الماضية بدأ نشاط واضح للمؤتمرات العلمية، نشاط واضح للأبحاث العلمية، وبالتالي أيضا تحسن ترتيب وتصنيف جامعاتنا. فأقول على سبيل المثال، في عام 2018 كان تصنيف جامعة دمشق 10300 وشوي، الآن أصبحت 3601. هذه القفزة على مستوى العالم، على تماما من خلال ويب ماتريكس، وهذا الأمر ينعكس على باقي الجامعات أيضا، جامعة حلب، تشرين، الباس وغيرها، جميع الجامعات تحسن ترتيبها خلال السنوات الثلاثة الماضية من خلال تحسين الظهور على المواقع الإلكترونية، من خلال نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية الخارجية والداخلية، من خلال ربط البحث العلمي بالتنوية، من خلال تبادل الطلاب ما بين الدول وزيادة المنح الدراسية بموجب الاتفاقيات التعاون العلمي والبحثي وغير ذلك. وبالتالي جميع هذه العوامل ساهمت بدور كبير، أي جامعاتنا تعمل وفق الإمكانيات المتاحة وبدعم الحكومة بشكل كبير من أجل النهوض بالتعليم العالي. على أرض الواقع سيادة الوزير، يعني كم جميل أن نسمع أو أن نقول خبر بأنه مجموعة من الباحثين من جامعة دمشق أو جامعة حلب قاموا بإجراء بحث فيما يخص كذا وكذا وكذا، وأثبتت النتائج بأنه كذا وكذا وكذا، يعني تيمنا بالدراسات التي تجرى في كل دول العالم، وهي تكون في الصحف وفي متناول الأيدي وعلى وسائل الإعلام، إن كانت إذاعية، إن كانت مرئية، وإن كانت على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر المواقع الإلكترونية التي يعني تعنى بهذا المجال. أين هي الأبحاث اليوم سيادة الوزير؟ يعني هناك باحثون كثر وهناك متميزون كثر، أين هي أبحاثهم؟ هلأ كما تعلمين نحن نعتز ونفخر بالخريجي مؤسسات تعليمية، وخريجينا متميزين أينما ذهبوا في المجال الطبي أو الهندسي، في دول أمريكا وألمانيا وأوروبا وروسيا وإيران وغير ذلك. والدليل على ذلك المعيدين الذين نوفدهم هم متميزين في جامعاتهم وينالون جوائز متميزة. عدا عن ذلك مشاركة الفرق البحثية بالمسابقات البرمجية في كليات الهندسة المعلوماتية، الآن منذ فترة كانوا مشاركين على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي وينالون جوائز وميداليات متميزة، الأولمبياد من خلال هيئة التميز والإبداع، سواء في الكيمياء، بالرياضيات، بالفيزياء، بعلم الأحياء المعلوماتية، أيضا نالوا جوائز متميزة. وبالتالي الآن
الآن تجري المسابقات الأولمبياد على المستوى المحلي لاختيار الفرق والطلاب المتميزين للمشاركة على المستوى الإقليمي والعالمي. عدا عن ذلك، الهيئة العليا للبحث العلمي في كل عام تعلن إعلان لفرق بحثية من كافة الجامعات والهيئات البحثية وتوقع عقود بحثية لإنجاز الأبحاث. إن على سبيل المثال خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 60 عقد بحثي قامت به الهيئة العليا للبحث العلمي بما يخص احتياجات احتياجات التنمية. وكل عقد بحثي لا يقبل إلا إذا تقدم الفريق برؤية وهدف وبرنامج زمني تنفيذي، وما هو الهدف من البحث وما هو انعكاسه وتطبيقه العملي، أي المؤسسات التي يخدمها إما لحل مشكلة فنية معينة أو لتطوير منتج معين وغير ذلك. وكانت قيمة هذه العقود بحدود 900 مليون ليرة. كل بحث حسب أهميته وحسب البرنامج الزمني والكلفة المادية المطلوبة وحسب الجهة التي تتبنى هذا المشروع. ويوجد تشاركية ما بين الفريق البحثي والجهة المستفيدة من هذا البحث، أي تشاركية بين المؤسسات. عدا عن ذلك، لدينا في وزارة التعليم العالي صندوق للبحث العلمي وهو داعم للأبحاث العلمية بنفس الآلية التي تقوم بها الهيئة. نعلن مثلا هذا الإعلان يخص الأبحاث الهندسية، هذا الإعلان يخص الأبحاث الطبية، وآخر يخص الأبحاث الاجتماعية. أيضا بموجب عقود بحثية يتم الاتفاق وتخصيص المبالغ المطلوبة لإنجاز هذا البحث. كافية هذه المبالغ برأيك سيادة الوزير؟ حسب ما الفريق البحثي هو الذي يقدم هو الذي يقدم الكشف المالي المطلوب، تمام، لزوم مواد تجهيزات وغير ذلك. عدا عن ذلك، صندوق البحث العلمي دعم طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، الدكتوراه بمبلغ 5 مليون ليرة والماجستير بمبلغ 3 مليون ليرة لإنجاز البحث العلمي. أما المعيد الخريج الأول فالمبلغ مفتوح إذا كان موفد داخليا ويتطلب تخصيص مبلغ مالي لإنجاز بحثي فالمبلغ مفتوح في وزارة التعليم. تمام. سياسة الاستيعاب الجامعي هل تؤثر سلبا على جودة التعليم؟ يعني بالآونة الأخيرة دائما وقت اللي بتصدر النتائج الثانوية أيضا تطالعنا وزارة التعليم العالي بأنه هي سياستها في هذا العام أنه يعني سياسة الاستيعاب الجامعي رح تكون بأعلى طاقاتها وإلى آخره. هذا الكلام وهذا يعني القرار يؤثر فعلا على جودة التعليم ولا كيف؟ هلأ كما ذكرت بالبداية، الحكومة تدعم بعض القطاعات بشكل مطلق ومنها قطاع التعليم والصحة إضافة إلى الأمور الاقتصادية وقطاع النفط وغير ذلك. تمام. وهذا الدعم هو القبول الجامعي. لدينا حاليا في جامعاتنا 700 ألف طالب جامعي يدرس في كلية أو في معهد تقني. العام الحالي 22-23 نجح في الثانوية العامة 132,600 طالب ما بين الفرع العلمي والأدبي. مباشرة قامت وزارة التعليم العالي بالتحضير والتهيئة وإجراء التحاليل البياني وأعداد الأحصائيات وبموافقة مجلس التعليم العالي أي بحضور رؤساء الجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التقني بتحديد الطاقة الاستيعابية. وكان استيعاب هؤلاء الطلاب الناجحين، أي تخصيص لكل طالب نجح مقعد في كلية أو في معهد حسب رغبته. إذن الوزارة ومن خلال لجنة الاستيعاب العليا التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء وافقوا على المقترحات التي قدمتها الوزارة، أي قبول جميع الطلاب في هذه الكليات والمعاهد. وأعلنت المفاضلات ولدينا العديد من المفاضلات، تعليم عام، تعليم موازي، تعليم الشهداء، تعليم مفتوح وغير ذلك، الثانويات المهنية، تمام، حتى للعرب، تماما العرب والأجانب السوري، وانتهينا من جميع هذه المفاضلات. وفي هذا العام تم قبول 50% من للطلاب تعليم موازي. هذا الرقم ليس بقليل. ليش؟ تخفيف العبء المادي والضغط المالي على الأهالي مقارنة
مع التعليم الخاص. لدينا رسم التعليم الموازي لحد الآن بالكليات الطبية وطبق فقط في هذا العام 600,000 ليرة. تمام. كان في الأعوام السابقة 300,000. وتطبق هذه الرسوم على الطالب المسجل لأول مرة. نحن لدينا عرف في التعليم العالي، كل طالب يسجل على رسم يستمر به حتى تماما. تخرجه. الهندسية 450,000، العلوم الأخرى 350,000، المعاهد 250,000 وغير ذلك. هذا الرسم سنوي لا يشكل أكثر من 7% من قيمة هذا الرسم في التعليم الخاص إذا قررنا الطبيات الهندسات وغير ذلك. تمام. هذا له انعكاس إيجابي. ليش؟ لأن الدولة متيح الفرصة لكل شرائح المجتمع السوري لمتابعة دراستهم وتتعلم. وتحصيلهم العلمي. عدا عن ذلك تم التركيز في هذا العام على بعض الاختصاصات المطلوبة لبلدنا ونتيجة دراسة إحصائية دقيقة مثل لحاجة سوق العمل، كليات الهندسة، المعلوماتية، التطبيقية، الميكاترونيكس، الطاقة الشمسية، الطاقات المتجددة. ركزنا على بعض المعاهد التقنية المهمة، التعويضات السنية، علوم مالية مصرفية، تقنيات الحاسوب. وبالتالي تم قبول بحدود 30,000 طالب في المعاهد التقنية، أي تقريبا 30% من التعليم العلمي يلي كان ناشحين بحدود 91,000 طالب. إضافة لذلك في هذا العام الحكومة ومجلس الوزراء وافق على التزام قبول طلاب بالمعاهد إعداد المدرسين لصالح وزارة التربية. صحيح. وتم قبول ونظرا للحاجة أيضا الملحة والماسة في بعض المناطق ما عندهم أساتذة مثل فيزياء رياضيات في المناطق الشرقية. صحيح. وغير ذلك في المناطق النائية رياضيات فيزياء كيمياء لغة إلى آخره. وتم قبول حوالي 4,000 طالب في معاهد إعداد المدرسين، أي المجموع أصبح بحدود 34,000. هلا مدارس معاهد إعداد المدرسين تتبع وزارة التربية. وزارة التربية لكن تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقني. جميع المعاهد التقنية الموجودة في وزارة التعليم العالي وفي وزارات الدولة الأخرى تعمل بإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقني في وزارة التعليم. دعنا نتابع مجموعة من آراء لطلبة جامعة دمشق بما يخص يعني متطلباتهم، ربما مشاكلهم، الوقوف على ما قالوه من خلال استطلاع أجرته كاميرا التربوية السورية لصالح، لنتشارك معا. تفضلوا. معنا الآن وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الفضائية التربوية، ماذا تطلب منها أو ماذا تقول لها؟ يعني أنا كطلاب سنة تحضيرية بالنسبة إلي مناهج ضخمة، هيكها بالنسبة لطلاب سنة تحضيرية. ويجدد سكن للراسبين؟ نت مثلا، يعني هلا بس هي الفكرة إنه نحن إنترنت أكثر شيء، إنه يكون في نت شغال أو في شيء لكل طالب يعني يقدر يحصل على المعلومة أسرع. إنه النت يكون سريع شوي. راحة بالدراسة. بتمنى أنه يكون في مكتبة إلكترونية مثل يعني مكتبة الأسد بس على شكل أوسع، بيستفيدوا منه طلاب الأدب العربي، التاريخ، الجغرافيا بشكل عام. بدي أحكي كلمة بموضوع المقاعد الجامعية اللي حكوا عنها كتير، يعني بالفصل الماضي حكوا كتير عن المقاعد الجامعية أنه حيزيدوها، حيكون في يعني نقصان بالمعدلات أو شيء. ما شفنا أي تطور ملحوظ بهالقصة، لأنه كل المعدلات كانت بارتفاع، في طلاب كانوا متأملين كانوا بدون يداوموا هون وبلشوا دوام هون عم انفرزوا على غير محافظات. بس تكون الناحية العملية بالجامعة، يعني الدروس العملية يكون عدد أقل شوي، يعني نحن بنكون بالجلسة كتير كتار وما بيكون في تركيز كتير يعني على الطالب بحد ذاته. نعطى المحاضرة الله يعطيهم عافية الدكاترة، والله ما بيأثروا على الإمكانيات، بس انه يعني ما عم ناخذ نحس الفائده العلميه الكامله. نحن صرنا بعصر التكنولوجيا وكثير عم نسمع انه عم يصير في ابحاث علميه، فنحن كطلاب دائما بيحكوا لنا على البحث العلمي وانه نتطور بهالمجال، فبطلب منه انه بس يكون في توجه اكثر. نحن كطلاب اذا عندنا افكار يكون في مثل هيئات نقدر نلجأ لها لحتى يعطونا يعني مثل انه فرصه نقدر نتوسع بهذا المجال او دعم بهذا المجال اكثر. بتمنى انه يهتموا شوي باعطاء النظري مثل العملي، لانه يعني ما كثير عم نفهم بالنظري بصراحه.
طبعا سمعنا مع حضرتك سيادة الوزير، نرجع نرحب بحضرتك عبر التربوية السورية. خلينا نفند هيك بعض قبل ما نتابع بملفات حوارنا مع حضرتك. المناهج الضخمة للسنة التحضيرية صاروا يهربوا منا الطلاب صراحة، نحكيها صاروا يروحوا على التعليم الخاص ليهربوا من السنة التحضيرية. شو كانت السنة التحضيرية؟ تماما، رح أحكي لك ووضح كل هالأمور لأبنائنا الطلبة. أول شيء تم عقد ورشة خاصة للسنة التحضيرية هذا العام، وتم دعوة جميع الجهات المعنية سواء في القطاع التعليمي أو قطاع التربية أو الاتحاد الطلبي ونقابة المعلمين وبعض زملائنا من أعضاء مجلس الشعب. بعد شائعة إلغاءها، لكن تم تقييم، هي مهمة. السنة التحضيرية هي مهمة في مناهجنا في دراستنا، والسنة التحضيرية موجودة في كل دول العالم. يدخلون الطلاب سوية ومن خلال دراستهم المقررات في السنة التحضيرية والمناهج يتم الفرز إلى الكلية التي يرغبون إليها سواء طب بشري أسنان صيدلي، بناء على معدل الثانوية ومعدل السنة التحضيرية، أي نشكل معدل جديد وبالتالي يتم المفاضلة على أساسه. هلأ كتير حكوا أثناء الورشة عن المناهج أنه ضخامة المناهج في بعض المقررات. الحقيقة أنا دعيت لاجتماع في وزارة التعليم العالي بحضور المعاون المختص للجامعات الخاصة وبحضور كافة الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية المشرفين في السنة التحضيرية في كافة الجامعات، وبحضور بعض العمداء الكليات الطبية ومنسقين المقررات، يعني من هو منسق مقرر الكيمياء البيولوجيا إلى آخره. وكان نقاش وحوار طويل في وزارة التعليم العالي، وتم التوصل إلى إعادة النظر في المناهج التحضيرية، وهذا ما تم. أخبرني السيد المعاون منذ فترة بأنه تم عقد اجتماعات وأعطيت المهام لكافة الزملاء لتعديل المناهج، وبدأنا بمقررات الفصل الأول، وإن شاء الله بتكون نتائج ذلك بإنعكاس إيجابي على أبنائنا الطلبي. الحقيقة الجانب العملي أكيد أمام الأعداد الكبيرة للطلاب، لكن سيكون الجانب عدد الطلاب بكل فئة زائد عن العدد الأكاديمي المعتمد، لكن تم قبول 8400 طالب بالسنة التحضيرية موزعين بشكل أساسي على جامعاتنا، وبالتالي العدد كبير، لكن طلبنا من عميد الكلية بزيادة الوقت وزيادة عدد الفئات من أجل إتاحة الفرصة لكافة أبنائنا الطلبة. هذا من جانب التحضيري. هلأ لفت نظري بعض تجربة البحث العلمي للطلاب. عفوا سيادة الوزير، تجربة السنة التحضيرية ناجحة تعتبر؟ تماما. وهي مهمة، لأن نحن في نهاية كل عام نقوم بتحليل النتائج ونقارن مع الثانوية العامة. حلو. نحن كل طالب ناجح أو منقول في السنة التحضيرية له ما شاء الله، يعني الشباب السوري مبدع ومتميز حقيقة. والحقيقة العدد القليل لا يتجاوز من أصل 8400 حوالي 230 طالب بيرسبوا بالسنة التحضيرية فقط، أي نسبة النجاح عالية تزيد عن 95%. وبالتالي هذا التقييم مهم. تمام. نعمل تحليل بياني إحصائي لنتائج كل مقرر على حدة وبشكل عام مقارنة مع علامات الطالب يعني السنة. كل ما عم ترفعوا النسبة عم يكونوا هنا ما شاء الله يعني مواكبين لهذا الأمر، وهنا متميزين لأن الشريحة التي تدخل السنة التحضيرية علاماتها بالثانوية عالية طبعا. يعني العام الماضي كانت 233.9 تحضيرية عام، في هذا العام 233.8، الموازي كان العام الماضي 231.8، هذا العام 231.3. ليش قل الموازي؟ لأن زدنا نسبة التعليم الموازي، كانت العام الماضي 40% زدناها ل 50% وهكذا. وبالتالي التحضيرية مهمة، مناهجها ليست صعبة، والدليل نسب النجاح وعلامات الطلاب المتميزين، لكن بحاجة إلى تطوير مناهجها بشكل دائم، إلى تحديث المخابر بشكل، وهذا ما تعمل عليه الوزارة. دعني أنقل لك يعني
خلاصة ما يفكر به كثير من الطلاب وحتى الأهالي ويعني الناس العامة كما يقال. هذا السؤال يجول يعني بخاطر فعلا الكثيرين، يقول أنه هل فكرتم في رفع نسبة القبول في التعليم الموازي إلى أكثر من 50% مع خفض الدرجات إلى الحد المقبول، وبالتوازي رفع رسم التسجيل فيه ليحقق لهؤلاء الطلاب رغباتهم؟ هلا الأكثر من 50 ما بيقدروا يروحوا على التعليم الخاص. تمام، لا أحكي لك. أول شيء كل الاختصاصات مهمة، لكن هي ثقافة مجتمعنا والأسر السورية كلهم بيحبوا يدرسوا أولادهم كليات، وهذا طموح وحق. تمام. لكن باقي الاختصاصات أيضا مهمة، كلية الهندسة المعلوماتية، الهندسات المدني، الكهرباء والميكانيك، الميكاترونيكس، الاقتصاد، الحقوق، الرياضيات، الفيزياء، كل هذه الاختصاصات مهمة. أكثر من 50% اللي رفع الموازي يؤثر لاحقا سلبا على الجودة. تمام. لذلك نحن في البداية كان 20%، وكل سنة نرفع 10%، 30-40، هذا العام 50. إذن ما يتم قبوله بالعام 400 طالب عام، نقبل مقابله 200 طالب موازي، أي أصبح 600 طالب. يعني حتى زيادة أعداد الطلاب مدروسة مثل ما ذكروا بالقاعات، ما بدنا نصير تضخم. عدا عن ذلك العلامات، الحدود الدنيا للقبول تقل وبالتالي تؤثر على الجودة. نحن نعمل بالتوازن ما بين رغبة الطالب والمحافظة على الحد الأدنى للقبول، أي جودة التعليم العالي، وبالتالي 50% بالموازي موجودة. عدا عن ذلك نحن لدينا منح دراسية إلى دول الصديقة روسيا، إيران وغير ذلك. روسيا كانت تقدم لنا على سبيل المثال 700 منحة دراسية العام الماضي للدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى وباختصاصات مختلفة. في هذا العام تم الطلب إلى رفعها إلى 1000 منحة دراسية. تمام. وإيران أيضا والهند والصين وكوبا وغير ذلك. وبالتالي الطالب اللي ما بيحقق رغبته ضمن الجامعة ممكن أن يذهب بمنحة دراسية. عدا عن ذلك الجامعات الخاصة، لدينا 22 جامعة خاصة، وجميع هذه الجامعات الخاصة ولا الحكومية نحن كتعليم عالي ننظر لها جامعات وطنية تؤدي دورها لتخريج كفاءة، لكن الرسوم بالجامعات الخاصة أعلى، لا بالطالب بده يضطر يدرس على نفقته وغير ذلك. لكن لحد تاريخه وحتى في العام الماضي الرسوم متوازنة، الرسوم متوازنة. زدنا الرسوم الكليات الطبية بحدود 33%، لم تتجاوز 35%. زدنا الرسوم الهندسية لا تزيد عن 50% والاختصاصات الأخرى، أي لم تزيد الرسوم أكثر من 50% عن الأعوام الماضية. مع التأكيد الطالب اللي دخل على رسم يستمر على رسمه حتى التخرج. تمام. سبب زيادة هذه الرسوم بسبب النفقات التشغيلية والكلفة المادية سواء بالطاقة مثل التعليم المفتوح وغير ذلك، يعني أصبحت المادة والتعليم المفتوح في هنا في التعليم المفتوح حملونا طلاب التعليم المفتوح 35 فقط للطالب اللي استنفذ اللي أصبح خارج البرنامج، يعني عمليا أصبح خارج الجامعة، ممكن إعادته برسم 35. أما الرسوم وأقول لك بصراحة رسم المقرر 10,000 ليرة فقط للطالب اللي بيقدمه أول مرة، رسب صار 15,000، رسب ثاني مرة 20,000. إذا الطالب ما ينعطى 3 فرص امتحانية لتقديم هذا المقرر. على سبيل المثال عدد المقررات في العام الدراسي بحدود 10 مقررات، أي الرسم 100,000 إذا الطالب مستجد، 100,000 بالسنة. إذا رسب بأي مقرر بده يزيد عليه بيصير المقرر 15,000، إذا رسب ثاني مرة 20,000 عقوبة، يعني 35,000 للطالب المستنفذ أصبح خارج الجامعة. طلابنا الأعزاء مسكوا ال 35 ونسوا ال 10 وال 15 وال 20 فعلا. هلا اللي صراحة سيادة الوزير متعارف عليها حتى بين الناس أنه 35,000. تمام. أنا وضحت أكثر من مرة، كوني على ثقة زميلتنا، نحن نراعي وضع أبنائنا الطلبي، نراعي وضعهم الاجتماعي المعيشي وغير ذلك، ونحاول بالحدود الدنيا، أي هذه الرسوم تمام لا تكفي للنفقات التشغيلية التي تقدمها الجامعة. حتى يعني تسجيل هناك بعض الفئات يمكن يكون في إلى حسم
نقابة المعلمين، يعني أبناء المعلمين، ذوي الشهداء، أبناء الشهداء، كل الشرائح نراعي وضعها ويتم لهم حسم وفق قرارات مجلس التعليم العالي. حتى التعليم الموازي سيادة الوزير ربما له يكون حسم، له حسم وأيضا يعني يكون على ربما دفعتين يعني في بعض الجامعات. سمحت على 4 دفعات العام الماضي تسديد القسط، القسط الأول على دفعتين والقسط الثاني بالفصل الثاني على دفعتين، يعني جملة من التسهيلات. يستمر الطالب بالتسديد حتى نهاية نتائج امتحانات الفصل الثاني. لننتقل إلى ملف آخر، لابد أن نتابع مادة عن السنة التحضيرية، فلنتابعها مع حضرتك، تفضلوا. أنا مالي مع السنة التحضيرية أبداً، لأنه نحن تعبنا بالبكالوريا كرمال نعرف الفرع اللي عم نفوته. نحن عم ندرس كميات كتير صعبة ومواد صعبة، يعني أنا حقي أني أنا أكون ضامنة الفرع اللي أنا بديها. يعني أنا جهتي الأسنان، أنا وجهتي الأسنان، فأنا هلأ ما بعرف إذا بتطلع لي ولا لا بعد هذا التعب لسنتين. هي التحضيرية فكرة كتير حلوة، أكيد يعني الواحد لازم يخف دراسة السنة الجاية كتحضيرية، كتير منهاج طويل وكثيف. هلأ بالنسبة للسنة التحضيرية طبعا لازم يكون في سنة أو مدة معينة من الفترة حتى يمتحن الواحد قبل دخول كليات طبية الثلاثة، إن كان طب بشري أو طب أسنان أو صيدلة. فالسنة التحضيرية هي سنة كفيلة وكتير منيحة من ناحية تحديد مستوى الطلاب. يعني هي مشكلة بس بالمدة، إنه واحد مثلا طالب بكالوريا جاي إنه مثلا صار له كتير مثلا أعطوه وقت وراحة كتير كبيرة، مثلا فيك تقولي إنه منهاج لسه سطحي شوي أكتر من التحضيرية، إنه التحضيرية كتير أعمق هيك، فإنه لازم شوي كانوا يزيدون الوقت أو مثلا مو هي النقلة النوعية، إنه مثلا يا يقصروا شوي وقت البكالوريا مثلا نقدر شوي نتعود على الضغط اللي هو بالتحضيرية، يكون عنا زيادة وقت. مثلا نحن هلا ممكن شهرنا بنص واحد ولسه بلشنا بنص 10، يعني نحن لسه ما لنا اخذين على الجو وانه طالعين من ضغط كبير بالبكالوريا وهلا اجانا ضغط اضعاف. هلا السنة التحضيرية مثل ما حكوا الحقيقة هي مهمة، مثل ما ذكرت انا ببداية حديثي بترمم معلومات لدى الطالب. تمام. لأنه المناهج موحدة، الامتحان مؤتمت مركزي، فطالب يدرس الثانوية العامة في منطقة شرقية وآخر في منطقة ساحلية وآخر في منطقة وسطى، وبالتالي هي تدعم المعلومات الأساسية للدخول في الكليات الطبية. عدا عن ذلك كتير طلاب بتكون رغبتهم مثلا صيدلة أثناء السنة التحضيرية وتعرفهم على الكلية والمناهج بتصير ميولا للأسنان، أو العكس صحيح بتكون ميولا أسنان بتصير صيدلي. طيب. أو طب بشري وغير ذلك. تماما سيادة الوزير، لكن السنة التحضيرية فقط للتعليم العام والتعليم الموازي، طلاب الذين يدرسون تحضيرية عام وموازي. تماما التعليم الخاص ليس لديه سنة تحضيرية، وربما يعني قلت لحضرتك انه يعني بيروح الطلاب اغلبهم للتعليم الخاص مشان يعني صراحه يرتاح من السنه التحضيريه وضغطها. سياده الوزير عذرا يعني لا تماما لا لا للتوصيف، لكن انا عم بتحدث بلسان حال الطلاب كما يقولون. لكن الامتحان الوطني الموحد يكون للجميع. طيب سنه تحضيريه للتعليم العام والموازي دون التعليم الخاص، طيب والامتحان الوطني الموحد يكون للجميع. تمام. في غبن. هلا لقلك السنة التحضيرية بالجامعات الخاصة حاليا صعب تطبيقها، لأن كل جامعة خاصة فيها كلية أو كليتين طبيات، يعني ما في جامعة فيها 3 كليات. وبالتالي أثناء يعني نحن هون الجامعات الحكومية في 3 كليات، طب أسنان صيدلي. وبالتالي بالجامعة الخاصة صعب تطبيقها، لأن مثل ما قلت لك بجوز جامعة ما فيها غير صيدلي، جامعة أخرى فيها طب أسنان فقط، جامعة أحيانا ما فيها ولا كلية طبية وهكذا. عدا عن ذلك الجامعات الخاصة نحن عملنا مفاضلة مركزية لأول مرة تقيم وزارة التعليم العالي المفاضلة المركزية للكليات الطبية بإشراف الوزارة بشكل مباشر، وهذا الحقيقة ترك ارتياح حتى لدى الجامعات الخاصة، لأن عطى تكافؤ فرص وتنظيم لآليات المفاضلة. تمام. يعني بدي أحكي لك أقل شيء بالطب البشري 228.5، هي الحد الأدنى للقبول بكلية الطب كان 228.5، قديش نحن عنا 233.9، إذن وين التوجه كان على الحكومة أكثر. الأسنان كان 212
تقدم أقل طالب قبل 216. الصيدلة من قبل أقل 206.6 بإحدى الجامعات. هذا الحد الأدنى للقبول. إذن علامات القبول بالجامعات الخاصة كانت أقل من الحكومي باستثناء المنح الدراسية. المنح الدراسية وزارة التعليم العالي إلى 5% من المقاعد المخصصة ويتم إعلانها لجميع أبناء سوريا الحصلوا على الشهادة الثانوية ومفاضلة فيما بينهم. المنح الدراسية معفى من الرسوم مجاني، معفى من النقل، معفى من السكن. طيب. وبالتالي إذا طالب هذه الجامعة في موقعه الجغرافي، يعني مثلا في المنطقة الوسطى أو في حلب أو بالمنطقة الشمالية أو غير ذلك، الجامعة قريبة لمكان سكنه، ما يختار المنحة. لذلك المنح كانت أعلى قليلا عن السنة التحضيرية. السبب الوضع المعيشي، أنه قريب لأهله تماما، ومعفى من الرسوم، ومعفى من النقل، ومعفى من السكن، ومعفى دراسته تماما. تمام. ونحن كوزارة التعليم عالي جميع الشهادات معتمدة لدينا سواء من جامعة حكومية أو جامعة خاصة. هذا أولا. ثانيا، جميع الجامعات عنا الخاصة رديفة إلنا للنهوض بتأمين فرص التعليم للطلاب اللي ما حققوا في التعليم العام عندنا بجامعاتنا الحكومية، صارت لهم فرصة بالخاص. عدا عن ذلك، ما هو المؤشر؟ الامتحان الوطني اللي ذكرتي. نحن جميع الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة بيخضعوا لامتحان الوطني. عندنا امتحان وطني للطب، عندنا للصيدلة، للأسنان، للمعلوماتية، وأيضا لكلية العمارة. وهذا الامتحان يعطينا مؤشر تماما بين الجامعات. ليش؟ لأن نسبة النجاح أول شيء بالجامعة قديش، ثاني شيء من هم الطلاب اللي نالوا أعلى العلامات في هذه الجامعات. وبصراحة في الجامعات الحكومية وفي الجامعات الخاصة في تنافسية في هذا الإطار. تمام. وبالتالي الامتحان الوطني هو الذي يعطينا مؤشر عن مستوى الخريج، وبالتالي لا يتخرج طالب دون اجتيازه للامتحان. سيادة الوزير، رح ندخل مع حضرتك بتفاصيل ربما يعني بتلامس حياة الطلاب الجامعيين. يعني صدور النتائج، في أحيانا غبن عند الطلاب، بيقولوا أنه يعني شو النسبة المحددة لكل مادة، وأيا كان الفرع، إن كان في الآداب وإن كان في يعني الفروع العلمية، من يحدد هذه النسب؟ كيف بتتعاملوا مع أنتم كوزارة تعليم عالي؟ هل يا ترى خلص يعني عند الجامعة هي فقط عمداء الكلية، أو مجلس الجامعة هو من يقرر هذه النسبة؟ كيف بتتعاطى وزارة التعليم العالي مع هكذا أمور، وهي ربما تفصيل التفصيل بحياة الطالب، لكن هي مهمة جدا؟ أجمل شيء في وزارة التعليم العالي يحكم عملها المجالس الجامعية، بدءا من مجلس القسم حتى مجلس التعليم العالي أعلى سلطة اللي بيرأسه الوزير، والوزير يصدر قرارات تنفيذية لهذا المجلس. وأيضا لدينا مجلس جامعة ومجلس بحث علمي ومجلس شؤون علمية ومجلس شؤون طلاب ومجلس كلية وهكذا. الامتحانات نحن نوجه دائما ونعطي إرشادات وتعليمات لزملائنا في مجلس التعليم العالي من أجل تعميمه على جميع أعضاء الهيئة التدريسية. الأسئلة أن تكون موضوعية، تمام، أن تكون شاملة متناسبة مع الوقت المخصص لها. من المحاضرات التي يلقيها الأستاذ أثناء إلقائه المحاضرات، تمام، النظرية، الجانب العملي أيضا، ما ينعكس عن النظري ينعكس على الجانب العملي وغير ذلك. الامتحانات المؤتمتة، منها مؤتمتة أي لا تدخل للشخص في هذا بالتصحيح مباشرة على الأجهزة وتعلن. في أسئلة تقليدية، هلأ العرف أنه يجب أن لا تقل نسب النجاح عن 20%، لكن في العرف في ولا مواد عم بتقل تماما. عندما تكون نسب النجاح أقل من 20 على مجلس الكلية دراسة هذا الموضوع. الأسباب ليش نسبة النجاح متدني مثلا 13% أو 9% أو غير ذلك، يجب أن مجلس الكلية من خلال القسم أن يدرس هذا الموضوع بدقة ويعالج هذه المشكلة في الامتحان اللاحق. من خلال إذا كان السبب
عضو الهيئة التدريسية يجب أن يتم تشاركية تدريس. هل من لجان مراقبة من قبل وزارة التعليم؟ إذا كان في ضعف بالجانب العملي يجب دعم الجانب العملي، إذا كان في خلل بالأسئلة يجب تعديل هذا الأمر، إذا كان في خلل بالجانب النظري يجب إعادة النظر بالمحاضرات. طيب وقت اللي بيكون في تكرار سيادة الوزير، تكرار لمادة من المواد مرة وتنتين وثلاثة وعشرة لحتى مجلس الجامعة يجب أن يعالج المشكلة مباشرة. وأنا الحقيقة دائما ميال إلى هكذا مقررات نسب نجاح عقلي إلى التشاركي، أن يدرس المقرر استاذين أو ثلاثة أساتذة وتكون مناصفة فيما بينهم. ليش؟ ربما أسلوب الأستاذ تماما، ربما الطالب غير متابع وهكذا. يجب معالجة. أين تتم المعالجة؟ من خلال مجلس القسم المختص بشكل أساسي. تمام. يعني علاقة التلميذ بمعلمته أو بأستاذه بتكون من أرقى هذا الشيء. يعني نحن عم نحكي هون عن تلميذ بالمدرسة، ليه بتتحول هيك لعلاقة في بعض الأحيان بتصير ندية بخاف منه للأستاذ الجامعي؟ نحكيها هيك حتى ولو تفاصيل ربما عم بحكيها معك بهالأوقات ترجع لمين؟ مين سبب هذا؟ العلاقة ما بين الطالب والأستاذ علاقة أخوية، علاقة احترام متبادل، والطالب بكل أرياحية ممكن يسأل بخاف أستاذه طلب اعتراض. لا لا، كل الطلبات تدرس بدقة وما بصير يكون في خلل في هذا الإطار. ومثل ما قلت لك أنا، متى ما كانت نسبة أصلا لا يجوز إعلان النتائج إلا بعد أقراره من مجلس الكلية ومجلس الجامعة إذا كانت نسبة أقل من 20، لكن بعد دراسة الموضوعية لذلك. تمام. طيب ذكرت حضرتك سيادة الوزير بأنه التعليم الخاص هو رديف ورفعة لوزارة التعليم العالي أو للتعليم بشكل أو منظومة التعليم بشكل عام بسوريا، لكن يكثر الحديث حول الضعف في أداء التعليم الخاص، ماذا تقولون؟ هلا أول شيء آلية الرقابة من قبلكم. تماما تماما. يوجد ما هي سلطتكم؟ تماما. نحن نشرف على الخطط والمناهج التدريسية وتعتمد من مجلس التعليم العالي. لدينا قواعد اعتماد علمي أكاديمي كما في الجامعات الحكومية تطبق بالجامعات الخاصة. نسبة أستاذ لطالب، يعني لما بنقول لهم مقبول 180 طالب طب أسنان، نسبة أستاذ لطالب بدها تكون من 1.25 إلى 1.30. يجب تأمين عدد أعضاء هيئة تدريسية تناسب عدد الطلاب. عدد الطلاب. تمام. هذا جانب. عدا عن ذلك، معظم أعضاء الهيئة التدريسية الذين يدرسون في الجامعات الحكومية يدرسون في الجامعات الخاصة، سواء تفرغ كلي أو تفرغ جزئي. لكن نحن طلبنا من الجامعات الخاصة بناء كوادر تعليمية تدريسية على ملاكم، وحاليا نتابع هذا الأمر بكل جدية. طلبنا خلال 5 سنوات من سنتين طبعا هذا الحديث، أن يكون في كل جامعة خاصة 50% على ملاكها. والحقيقة في جامعات كتير حاليا عندها 40% وفي منا عندها 50%. عينت أعضاء هيئة تدريسية على ملاكها من خلال حاملي شهادة الدكتوراه سواء من الجامعات السورية أو الجامعات العربية أو الأجنبية، ويتم تعادل لهذه الشهادات تماماً. واعتمادها تماماً. وشروط التعادل لدينا ليس إلا وفق قواعد الاعتماد الأكاديمي المتماثلة في الخارج أيضا. طيب هل هذه المعايير ثابتة أم متبدلة ربما مع الضرورات ويعني تمام. متطلبات سوق العمل؟ ثابتة، لكن أحيانا نقوم بالتعديل لتبسيط الإجراءات وتسهيل الفترة الزمنية للتعادل. نقوم في هذا المقلب نتحدث عن تعادل الشهادات. تعادل الشهادات ليش؟ لأن الطالب عضو الهيئة التدريسية لا يصبح عضو هيئة تدريسية في جامعة خاصة أو السماح له بالتدريس إلا إذا أخذ منح قرار تعادل من لجنة التعادل في مجلس التعليم العالي. لكن منعدل أحيانا لتبسيط الإجراءات تماما. لكن قواعد الاعتماد العلمي الأكاديمي متمسكين بها بشكل جيد. أول شيء هذه الشهادة من جامعة معتمدة، ندرس الخطة الدرسية والمناهج الدرس الطالب المعدل ومطابقة الاختصاص، ما هو الاختصاص أو المقرر الذي يقوم بتدريسه بالجامعة الخاصة مطابق لاختصاصي. وآخر شيء في مقابلة
الشخصية، الحوار وغير ذلك. في مقابلة من قبل لجنة حاليا برأسها زميلنا رئيس جامعة دمشق وبعض الزملاء عميدة كلية التربية وغير ذلك، وبالتالي ليتعرفوا على شخصية حامل هذه الشهادة، هل مؤهل للتدريس في جامعة خاصة وهذه المقررات. أيضا حدثنا سيادة الوزير عن تشبيك جامعاتنا مع جامعات أخرى، وأيضا عن تشبيك هذه الجامعات مع هيئات يعني أخرى في بلدنا، ربما وزارات أخرى لتقديم الخدمات. يعني عندما يعني تابعنا الاستطلاع، بعض الطلاب قالوا عن الإنترنت أنه لازم يكون سريع، يعني من المتطلبات، أو حتى المكتبة الإلكترونية لحتى يقدروا يأخذوا المعلومة بالشكل الأسرع. هون أتحدث عن تشبيك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة الاتصالات. هلأ أول شيء بالنسبة للتشبيك خارجيا، لدينا اتفاقيات تعاون علمي وبحثي سواء بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية ووزارات التعليم العالي في الدول الأخرى. أيضا لدينا اتفاقات ما بين الجامعات ومسيلاتها، ما بين الهيئات البحثية ومسيلاتها، لكن نريد تفعيل هذه الاتفاقيات بشكل عملي وفعلي. الحقيقة في بعض الاتفاقيات مع الدول مفعلة بشكل كامل، مثلا كما ذكرت مع روسيا مع إيران، المنح الدراسية على سبيل أن نستفيد منها، المشاركة في المؤتمرات. من فترة كان في مؤتمر طبي تشاركي ما بين روسيا موسكو جامعة العلوم الطبية وكلية الطب جامعة دمشق وهكذا، طبعا عبر الإنترنت. الهيئة العليا للبحث العلمي دائما تقيم مؤتمرات علمية طبية هندسية باقتصاد المعرفي، وبالمناسبة كثير من زملائنا الباحثين السوريين في بلدان الاغتراب بيشاركوا أيضا في هذه المؤتمرات العلمية وبيقدموا إنتاجهم العلمي. هي فرصة للتبادل الأفكار والأبحاث وغير ذلك. ليش بتكون دائما المؤتمرات لجهة يعني الفروع العلمية؟ ليش ما بتكون أيضا للعلوم الإنسانية؟ من يومين أنا استقبلت وفد كان مشارك أكثر من 14 باحث من الدول العربية بكلية التربية في التقويم والقياس، وزارونا وشاركنا معهم. لكن قليلة مقارنة مع التربية. من فترة كان أيضا بجامعة حماة مؤتمر مهم بالتنسيق مع وزارة التربية لدراسة واقع المناهج وموائمتها مع المناهج في وزارة التربية في حماة أيضا لكلية التربية. اقتصاد المعرفي في مجال الاقتصاد بالعكس، نحن نشجع إلى إقامة كافة المؤتمرات العلمية. بهندسة الزلازل قريبا المعهد العالي للزلازل عنده مؤتمر يعني علمي علمي تماما وهكذا. إذا لكن مقارنة نحن يعني نشجع جميع الكليات ودون تمييز طبية هندسية علوم اجتماعية علوم أساسية بإقامة المؤتمرات. الهيئة العامة للتقنية الحيوية كمان أمس أقامت مؤتمر مهم. طيب هلأ التشبيك مع وزارة الاتصالات عبر شبكة شيرن في تعاون في مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصال لتفعيل الانترنت إلى كافة جامعاتنا السورية، ونعمل بكل جدية في هذا الإطار. وجامعة دمشق أعتقد انتهت من هذا الإطار وأتاحت الفرصة من خلال المكتبة المركزية بالجامعة الدخول إلى أي مكتبة والاستفادة من المراجع العلمية. أنت رح يعني يكون هذا المشروع منفذ؟ يعني حضرتك قلت أنه وقعته. وقعنا في مذكرة تفاهم ونسموها شبكة شيرن هي للإنترنت، لكن قريبا هلأ في فريق فني من الوزارة يتواصل بشكل دائم مع فريق فني من وزارة الاتصال. يعني بدو شهر اثنين ثلاثة أشهر، ما فيني اللي بدنا عجلة فيها. تماما أكيد أكيد نحن ندعم هذا الإطار ندعم في هذا بشكل كبير. يعني بس بدنا نرجع نذكر ونمرر معلومة أنه المناهج الضخمة في السنة التحضيرية تم النظر فيها لحتى تكون العام القادم. حاليا في هذا العام سيتم إعادة النظر، وبدأت اللجان الفنية العلمية بدراسة هذا الموضوع وتحديثه وتطويره. طيب اللي الممتحنين رح يكونوا على الجديد هون؟ بالتأكيد. تمام رح يكون يعني عفوا الكتاب نحن هذه المناهج موحدة وهذه المحاضرات موحدة في كل جامعة، ربما يكون في اختصار الامتحان مركزي مؤتمت. المنسقين تم تشكيل لجنة من كل جامعة منسق يجتمعون مع بعضهم واتفقوا
على المحاضرات يلا التي بشرى سارة معنا التي طلاب السنة التحضيرية أنه راح يكون في شيء من التخفيف. دعنا نقول تجديد سكن للراسبين هلا سكن الجامعي وخاصة بعد ما صار يعني هيئات مستقلة. السكن الجامعي الحقيقة القانون أتاح أنه تصير هيئات مستقلة لتأمين سكن لائق لأبنائنا الطلبة الدارسين في كافة الاختصاصات. هلا أقول بصراحة لدينا 80 وحدة سكنية في كل جامعات القطر موزعين ما بين دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة. يقطن حاليا العام الماضي، هسه هذا العام لم تأتيني المعلومات الإحصائية الدقيقة لكن أكيد أكثر من العام الماضي، بـ80 وحدة سكنية العام الماضي سكن 70,000 طالب. 70,000 طالب. طالب لكن الطاقة الاستيعابية بحدود 42,000 لـ43,000 طالب حسب عدد الطلاب في كل غرفة، لكن نحن تم تأمين أسرة لجميع الطلاب الراغبين بالسكن الجامعي قدر الإمكان، وبالتالي للناجح والمنقول. هلأ الراسب في حالات خاصة إذا كان عنده إعادة عملة أو غير ذلك نستطيع تأمين له السكن الجامعي من خلال تقديم طلب إلى مدير المدينة الجامعي، لكن يوجد ضغط كبير في هذا العام أكثر من على المدن الجامعية على السكن الجامعي بسبب غلاء الأسعار والأجارات خارج السكن الجامعي. يعني لكن نسعى قدر الإمكان من أجل مستقبلا بعد اعتبار هيئات مستقلة بناء وحدات سكنية جديدة، إعادة الصيانة والتأهيل. كنت بدي أسأل حضرتك عن الميزات أو المشاريع اللي لازم تصير فيها. تأمين الخدمات تمام للطلبة من خلال استثمارات داخل الحرم الجامعي السكني، لكن يتلائم مع البيئة الجامعية، أي ما يلزم الطالب من حاجات يومية معيشية للزوم الدراسي، مكتبات قرطاسية وغير ذلك. هذا الأمر يقوم على مجلس إدارة السكن الجامعي، وبالتالي نسعى وطلبنا من المدراء العامين الذين عينوا أخيرا كمدراء للمدينة الجامعية النهوض أولا بإعادة الصيانة والتأهيل للوحدات القائمة، التفكير بإقامة وبناء وحدات سكنية جديدة. تماما. ماذا عن مشروع المواساة الجديد؟ هلأ مشروع المجمع الإسعافي للمواساة الجامعي لمشفى المواساة الجامعي التعليمي، وبالمناسبة أنا بقول المشافي التعليمية في دمشق وفي حلب وفي تشرين والبعث تقدم خدمات كبيرة علاجية وتشخيصية للمواطنين تمام، عدا عن التدريب العملي التطبيقي للطلاب الكليات الطب في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا. يعني هذا العام لحد تاريخه أكثر من 12 مليون خدمة طبية مقدمة، من تصوير أشعة، مرنان، طبقة محورية، قسطرة قلبية، غسيل كلى، زرع كلي. يعني بدي أقول لك مشفى المواساة لحد تاريخي زارع 175 كلى وغير ذلك. لكن هذا البناء الإسعافي سيادة الوزير، البناء الإسعافي بجوار مشفى المواساة، هذا المجمع 11 طابق يستقبل 1500 مريض شخصيا، فيه مدرج أكاديمي 500 شخص، في 143 غرفة من ضمنها 29 غرفة عناية وعمليات. السيد رئيس مجلس الوزراء طلب مني إعداد مذكرة عن هذا المشروع نسبة إنجازه حوالي 80% لـ85%، وما هي الأعمال المطلوبة لإنجازه بشكل كامل، وما هي الكلف المادية التقديرية لإنجاز ذلك. طبعاً تم عقد اجتماع لكل الجهات المعنية، منفذي، دارسي، إشراف، وقدمنا دراسة إلى مجلس الوزراء الجلسة الماضية برنامج زمني تنفيذي بحيث يكون جاهز للاستثمار في نهاية عام 2023، وتم تقديم المبلغ المالي المخصص لكل بند، سواء إنجاز الإكمال والإكساء بشكل نهائي تمام، الفرش، المدرج الأكاديمي، التجهيزات الطبية والفرش التكنولوجي. ومشكور مجلس الوزراء وافق على المذكرة التي قدمتها وزارة التعليم العالي، وسوف يتم
الدفع بعجلة إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام للقطاع الصحي بشكل عام في تمام. بلدنا ولمشفى المواساة التعليمي. تمام، لكن دعني أيضا أنقل يعني كلام الناس، هواجس الناس عند الدخول لأي مشفى في الآونة الأخيرة. كان هناك نقص في الأدوية سيادة الوزير، نتحدث عن هذا الجانب. يقول من زار أو من احتاج أن يكون في مستشفى من المستشفيات الحكومية، إن كان تابع لوزارة الصحة وهنا برسم وزارة الصحة، أو تابع لوزارة التعليم العالي وهنا تكون برسمكم سيادة الوزير، إنه بده يأخذ دواء معه أكيد. يعني أو بده يوصفوا له إياها، بده يطلع يجيبها من برا. أكيد نحن نسعى بكل ما نستطيع لتأمين كافة الأدوية، لكن أقول لك بصراحة أحيانا بعض أنواع الأدوية لم تكن متوفرة، لكن معظمها متوفر، وهذا بسبب الضغط الكبير على مشافي القطاع الصحي، سواء بوزارة الصحة بمشافيها أو مشافي التعليم العالي، لأن الكلفة للعلاج في المشافي الخاصة أصبحت كبيرة تفوق الملايين. يعني شخص بده يعمل عمل جراحي ربما التكلفة أكثر من 10 مليون ليرة نتيجة بقائه عدة أيام في مشفى خاص. نحن شبه مجاني ورمزي، في مشافي عندنا مجانية بالكامل، مشفى البيروني الجامعي لأمراض الأمراض والأورام والسرطانات، العلاج الشعاعي والكيميائي والأدوية جميعها مجانية. لكن أيضا أحيانا من بعض الأدوية الوزير. بعض الأدوية تكون استيراد من الخارج، ومنها أمراض الأورام والسرطانات عن طريق المؤسسة التجارة الخارجية، ومنها داخلة عن طريق معامل الأدوية الداخلية. يتم هذا الاستجرار مركزي عن طريق وزارة الصحة. مشافي التعليم العالي تقدم لوزارة التعليم العالي حاجاتها من هذه الأدوية، ويتم إعلان مركزي، ويتم عند إرساء المناقصة يتم توزيع هذه الأدوية. لكن أحيانا مريض في مشفى المواساة على سبيل المثال أو مشفى الأسد الجامعي، نقوم له بكافة الخدمات الطبية، من تصوير، من تحاليل، من إقامة بالمشافي، وأتمنى زيارة هذه المشافي وأعطاء الرأي يعني لوسائل الإعلام بشكل عام في تقديم هذه الخدمات. نحن من روادها جميعا. لكن يعني أحيانا المريض يحتاج 5 أنواع من الأدوية. تمام. ربما بالمشفى تأمن 4 أو 3، وبقي دوائين غير متوفرين في الوقت بقاء المريض خلال هذه الفترة. بالتأكيد سيطلب منه شراء هذه الأدوية من الخارج لاستكمال بروتوكول المعالجة، لكن لم ننسى الخدمة الطبية وخدمة الإقامة وجميع الخدمات. والحقيقة الحكومة أقولها بصراحة تقدم دعم كبير في هذا القطاع. أقول لك القطاع التعليمي والصحي، نحن لدينا قطاع تعليمي للجامعات والمعاهد وقطاع صحي للمشافي. في العام الماضي موازنة وزارة التعليم العالي كانت 221 مليار، العام 2021 أقول، في العام 2022 كانت 332 مليار، أي بزيادة 50%. وفي العام ومن خلال المجلس الأعلى وأقرار الموازنة تم زيادة هذه الموازنات. لكن في أولويات لدى الحكومة سواء في قطاع النفط، في قطاع الطاقة، الكهرباء وغير ذلك، في تأمين القمح وغير ذلك المعيشي، لكن القطاع التعليمي وأؤكد والقطاع الصحي من ضمن أولويات الحكومة في دعمها لهذين القطاعيات ضمن الإمكانيات المتاحة لنا في هذه الظروف. وكلنا نعرف الظروف الصعبة لما يعيشها بلدنا وشعبنا. تماما. بالنسبة للبيئة البحثية والأكاديمية اللي وفرتها وزارة التعليم العالي في الجامعات ربما لاستقطاب لاحتضان الطاقات الشابة المتميزة المبدعة، كيف كان استيعاب وزارة التعليم العالي عبر الجامعات؟ طبعا من نقاط القوة بوزارة التعليم العالي البنية التحتية، لدينا مباني متميزة في الكليات، لدينا مخابر متميزة بتجهيزاتها، لكن بحاجة حاليا إلى تطوير وتحديث، ونعمل دائما على تطوير وتحديث هذه التجهيزات لإنجاز الأبحاث ولتدريب الطلاب كوسائل تعليمية. لدينا كوادر تدريسية متميزة ذات خبرة عالية. تمام. ذات خبرة عالية، لكن نرغب
بزيادة هذه أعضاء الهيئة، وفي كل عام يتم إعلان. ومنذ فترة صدر مرسوم توسيع الملكات بالجامعات 35 ألف فرصة لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية، وبالتالي وتم أعطاء الجامعات استقلالية في هذا الإطار. أي جامعة تعلن عن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية، عن مسابقة المعيدين، عن مسابقة أعضاء الهيئة الفنية، لكن الدولة تهتم بالمتميزين. الخريج الأول يعين معيد مباشرة، هذا مشروع عضو هيئة تدريسية. صرت أنا معيد، سيتم إيفادي من قبل وزارة التعليم العالي إما داخليا أو خارجيا، أو خارجيا للعودة كعضو هيئة تدريسية في الجامعة. هذه ميزة للمتميزين. عدا عن ذلك 3% من المعاهد التقنية أو الثانويات المهنية الأوائل يدخلون في الكليات المقابلة. وفي هذا العام موضوع الالتزام الطبي المرسوم 16 اللي أصدره السيد الرئيس، صحيح، نتيجة حاجة القطاع الصحي بوزارة الصحة والدفاع والتعليم العالي والداخلية. كيف كان تجاوب الناس؟ كتير إيجابي، وهو مشروع هام جدا، وأنا بالتأكيد بقول لك له انعكاس إيجابي. هل سيسد النقص الحاصل في الكوادر البشرية؟ بالتأكيد. نحن وضعنا خطة وقلنا في كل عام سيتم قبول بحدود 1000 طالب يدخل كلية الطب كملتزم لمدة 10 سنوات. تمام. كيف لصالح مستشفيات التابعة لوزارة مشافي التعليم العالي والصحة والدفاع والداخلي. كيف يتم ذلك؟ من خلال أعطاء فرصة للطالب لمتابعة دراسته في كلية الطب. هذه الفرصة كانت غير متاحة له، أقل عن المعدل العام بقليل. هو طالع له طب أسنان ربما أو صيدلة أو غير ذلك، لكن أقل من القبول بعلامات قليلة. في مفاضلة، في مفاضلة بموجب مفاضلة دقيقة لجميع الراغبين، ويتم التفاضل فيما بينهم. في للممرضين أو اللي هذا اللي بدي أكمل فيه. إضافة لذلك على التكريم، 10% من خريجي الأوائل بالمعاهد مثلا درس بالمعهد تخدير، 10% من الأوائل يتابعون. ربما ذكرت المحور أو الأشعة بالمعاهد، وهي المعاهد الطبية بوزارة التعليم العالي وصحية بوزارة الصحة. كمان 10% من خريجي كليات التمريض والعلوم الصحية، هؤلاء 10 الأوائل. وبالتالي لاحظنا في هذا العام التوجه باتجاه هذه المعاهد. ليش؟ صار في عندهم تشجيع، حافز يكونوا من 10 الأوائل ويتابعوا دراستهم في الطب بنفس الاختصاص الذي درسوه. هلا خلال الدراسة يعني بيصير دائما بعد 10 سنوات دائما عندنا، أو في المرحلة الأولى 5 سنوات مرحلة الاختصاص، في المرحلة الأولى 5000 طالب، 5000 طبيب اختصاصي موزع على كافة المشافي ملتزمين، وبعد 10 سنوات درس المرحلة الجامعية الأولى والاختصاص بصير 10,000 طبيب موزع في القطاع الصحي سواء بالصحة أو بالتعليم. إن شاء الله يارب يكون الدفاع. يعني بذرة حاسة تشجيع، بالتأكيد تشجيع لطلابنا المتميزين. هلأ عدا عن ذلك نتحدث هنا ويكون يعني ختامها مسك. تمام. مع مرسوم السيد الرئيس بشار الأسد بما يخص يعني أساتذة الجامعة، يعني ويعني خلينا نتحدث هون عن قد مهم إنه نحن نرفع سن التقاعد بعد هذا المرسوم اللي صدر من السيد الرئيس بشار الأسد. كمان بما يخص يعني الأساتذة الجامعيين. تماماً. يعني تحدثت هون عن الطلبة. صحيح. هلأ على الأساتذة. الأساتذة الجامعيين. هلأ نتيجة الخبرة والكفاءة العلمية عند زملائنا الأساتذة اللي قاربوا سن التقاعد، فكرنا بتمديد سن التقاعد. هلأ الأستاذ نحن عندنا 3 مراتب، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ. المدرس كان 60، تمام، أصبح 65 سن التقاعد. الأستاذ المساعد كان 65 صار 70. الأستاذ بقي سن التقاعد 70، لكن لهذه المراتب الثلاث يجوز التمديد التعاقد لمدة 5 سنوات بناء على رغبة الأستاذ وحاجة الجامعة. يتقدم بطلب ويتم تمديده ل5 سنوات، أي المدرس يصبح 70 والأستاذ مساعد والأستاذ ل75. عدا عن ذلك أعضاء الهيئة الفنية حاملي الماجستير لدينا 3 أيضا مراتب، قائم بالأعمال، مدير أعمال، مشرف أعمال. كان التقاعد على سن 60، مددنا سن التقاعد ل65 للاستفادة
من هذه الخبرات والكفاءات العلمية في خدمة القطاع التعليمي. ونحن ما صدر هذا المرسوم ولم يتم رفعه كمشروع إلا بعد أن أصدر السيد الرئيس كما ذكرت منذ قليل مرسوم الملاكات في الجامعات، تماما. أي أعطاء فرصة كمان للجيل الشباب حاملي شهادة الدكتوراه. كما ذكرت حاليا لدينا 6500 عضو هيئة تدريسية على رأس عملهم و5500 عضو هيئة فنية، أي 12. الآن لدينا في مرسوم الملاكات 35,000 شاغر. هي فرصة للشباب حاملي الشهادات سواء الماجستير أو الدكتوراه ليصبحوا أعضاء هيئة تعليمية مع المحافظة على الخبرات العلمية لزملائنا أعضاء الهيئة التدريسية. تماما، شكرا لحضرتك سيادة الوزير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم، لكل ما عرضت وشرحت وفصلت. شكرا جزيلا مرة ثانية للتربوية السورية، للقائمين على برنامجكم ألهام لنتشارك معا، وأرجو أن أكون قد وفقت بتوضيح كل ما يدور في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وما تم أسئلته من قبل زملائنا وأبنائنا الطلبة على الشاشة. شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى، والشكر موصول لكل مشاهدينا عبر التربوية السورية. نلقاكم بخير، فإلى الملتقى مع أطيب المنى.